احنا كده ندخل على طول على الدوري الانجليزي، لان انت بتتكلم دلوقتي برضو لسه في تذبذب، يعني في دلوقتي فرق برضو بتطلع وبتصعد وبتعمل ماتشات حلوه جدا، ولسه التوب 3 مستواهم يمكن الافضل بس يعني مستقر الى حد ما. خلينا نبدا بيهم. طبعا كانت البدايه من امبارح مباراه ارسنال برينتفورد، يعني لحد الدقيقه 87 وجول كاي هافرتس رجع ارسنال تاني للمنافسه بعد كان ممكن يحصل دروب كبير لأرسنال، لكن قدر ان هو يكسب ويتفوقوا في النتيجة وفي نفس الوقت في الصدارة دلوقتي مؤقتا لحد مباراة ليفربول النهاردة مع مانشستر سيتي. طبعا ده هيبقى ماتش تقطيع، ده اكيد مباراه بست نقط النهارده، اللي هيكسب هيبقى في الصداره، بجانب النهارده برضو يعني فوز ليفربول هيبقى الفارق ما بينه وبين السيتي 4 نقط، بجانب ان هو برضو هيفوز من ناحيه معنويه هيبعد شويه السيتي عن البطوله. الفرقتين الموسم الحالي يعتبر يعني بيقدموا كوره جميله من الناحيه الهجوميه، صحيح في شويه يعني بعض التحفظ الناحيه الدفاعيه والاسلوب الدفاعي برضو لسه من ناحيه ليفربول يعني استقبال اهداف شويه عن مانشستر سيتي، لكن مباراه متكافئه. ليفربول عنده غيابات لكن يكفي ان هو بيلعب على ملعبه، نقطه مهمه جدا ليفربول الموسم ده على ملعبه بيكون قوه على الفرق المنافسه. محمد صلاح وضعه ايه مع ليفربول الفتره دي؟ يعني شفنا رجوعه في مباراه سبارتا براج التشيكي في الدوري الاوروبي ونزوله في اخر ربع ساعه، يعني الوضع من الناحيه الطبيه فهو الجهاز الطبي يعني اوصى ان هو بيشارك بدقائق معينه، لكن النهارده بالتاكيد هو كلوب هيدفع بالاسلحه بتاعته، ما عندوش خيار تاني، خصوصا ان صلاح الفتره الاخيره كان الجهاز الطبي بيتعامل معاه بحذر شديد، والفتره اللي جايه مش مستحمله ان ليفربول يتعرض لاي نكسات تانيه من ناحيه الاصابات. اكيد صلاح رجوعه هيكون مهم جدا، خصوصا الخيارات الهجوميه في ليفربول كانت الفتره الاخيره كان قليله، سواء كنا بنتكلم على ديوجو شوتا كان اصابه او داروين نونيز بجانب صلاح، لكن صلاح من المتوقع ان هو هيشارك اساسي النهارده. طيب عايز اروح معاك برضو فكره هنا استمرار استون فيلا والمنافسه خلاص كمان اقتربت على يعني نهايه الدوري، انت برضو استون فيلا بتشوف أدائهم ازاي؟ هل انت شايف ان ممكن يكون في اختلاف هذا الموسم الى حد ما في النتائج، ولا برضو هم بيظهروا في بعض الماتشات وبعد كده الرانكينج بيفضل زي ما هو؟ يعني استون فيلا السياسه استون فيلا من ناحيه التعاقدات في المواسم الاخيره كانت تدل ان هم هيدخلوا في منافسه ما بين الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، وهو التوقع ظهر فعلا على ارض الواقع وشفنا فعلا ده حصل، مع تراجع انديه كبيره زي تشيلسي او مانشستر يونايتد بجانب توتنهام، من مش هنقول ان هو من الفرق اللي دايما بتنافس لكن يكفي ان هي بتنافس على الاربعه الكبار، فوجود توتنهام بيروح ويجي الحقيقه صحيح، وخصوصا يعني بقت الحكايه الى حد بعيد محصوره الى حد كبير بين ارسنال ومانشستر سيتي وليفربول. صحيح دخول استون فيلا اللعبه مع الكبار وان هو يظهر في الموسم ده كان شيء متوقع، صفقات مع مدرب كبير مخضرم زي اوناي امري، واحنا شفنا اوناي امري درب فرق كبيره وحقق بطولات كبيره، ممكن حتى يكون الظروف شويه الناحيه السياسه شويه متشابهه ما بين تجربته مع إشبيلية وتجربته مع استون فيلا، فالتجربه لحد الان ناجحه. مباراه ومع توتنهام برضو شبيهه شويه مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، لان الفرقتين بينافسوا على المركز الرابع، مباراه برضو هتكون ب6 نقط، لكن متوقع ان استون فيلا هتكون ليهم الغلبه، خصوصا ان الموسم ده نتائجهم قدام الكبار سواء كان قدام مانشستر سيتي او ارسنال الموسم ده، فواضح ان هم هيكونوا ليهم يعني توقع كبير ان هم هيكونوا بين الاربعه الكبار الموسم ده. طيب لو هنروح لجيرونا تحديدا، انا عايزه اروح لجيرونا شويه، هل جيرونا بتتوقع ان هو ممكن يرجع مره تانية للمنافسه؟ في تذبذب برضو. جيرونا يعني هو طبعا الفارق دلوقتي 4 نقط لحد مباراه النهارده ريال وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني، جيرونا يعني
داخل البطوله الموسم ده من دون اي ضغوطات زي لو اتكلمنا على برشلونه او ريال مدريد بالتحديد. لكن يكفي ان هم لما يكونوا في الفرق المرشحه للصعود لدوري ابطال اوروبا فدي نقطه مهمه جدا ليهم وهتتحسب لهم من الناحيه التاريخيه. دخولهم في المنافسه ممكن ما يكونش ده الهدف المتوقع ليهم او الخطه او الاستراتيجي اللي هم حطوه في بدايه الموسم، لكن كان نقطه شيء كان متوقع ان احنا نشوف فريق ممكن يكون مفاجئ في الدوري الاسباني يدخل. لو احنا شفنا تراجع برشلونه مع تذبذب اتلتيكو مدريد مع وجود انديه ثانيه برضو بتحاول ان هي تدخل في المنافسه، لكن يبقى ان ريال مدريد هيكون ليه التفوق على الانديه الاخرى.